أهلا، معكم الفنانة الجزائرية منى الحدلي. احنا كفنانين جزائريين من واجبنا ان نغنوا للوطن الحبيب، الوطن الام، حب الوطن من الايمان. فانا غنيت عليكي من السلام وعملت لها فيديو كليب، وكان من واجبي كفنانة يكون في رصيدي الفني اغنية وطنية لبلادي اكيد. وايضا تاني في حفلات، في عدة حفلات غنيت موطني. فأنا هذا الشيء شرفني أن نقدم لبلادي ولو حاجة صغيرة، نقدم بكل إحساسي. فالوطن هو قبل كل شيء، إن شاء الله دايما ربي يقدرنا باش نكونوا في خدمته، باش نعليه أكثر. وفي الأخير نقول ربي يحفظ بلادنا الجزائر إن شاء الله.